هذا المنتوج كما كتعرفوا هو طاو الشامبوان موجود في اربعه تاع لي فاريونت. كل فاريونت ادريس ان بيزوان سبيسيفيك للمستهلكه. اي دونك اللي بغينا حنا من هذا لونسمون هذا وهاد لاسوسياسيون اللي عندنا مع صفاء هي نقدموا هذا المنتوج لجميع المغاربه وجميع المغاربه يسمعوا به وجميع المغاربه يجربوه. علاش؟ لان في هذا العامين اش تعلمنا جوج حوايج. الناس اللي جربوا هذا المنتوج ولاو وفيين يعني عجبهم ولاو وفيين ليه، ولكن ماشي بزاف الناس سمعوا به وماشي بالناس الناس استعملوه. يعني باش نلقاو الحل هاد الاشكاليه عندنا درنا واحد لاسوسيسيون مع صفاء حبيركم اللي كنظنوا هي هاد السيده هذه غتقد تعاوننا وهاد صفاء غتقد تعاوننا باش نقدموا التواصل لجميع المغاربه ونعطيو فرصه للمغربيات باش يستعملوا هاد المنتوج، لان راهم مأكدين بان الا استعملوه غيوليو وافين ليه. سي امبورتون. علاش؟ لان الماركه الطوس هي ماركه طبيعيه اولا، يعني الماركه الطوس لقات كانت هذه 10 سنين على وصفه صابونه وصابونه طبيعيه. المنتوجات اللي درنا من بعد كلها طبيعيه ولا من مواد طبيعيه، وكما شفتوا في هاد الشامبوان اللي لونسينا ما كاينش بارابين، ما كاينش سيليكون، وما كاينش مواد محافظه، لان هادشي مهم وهادشي كنشوفوا سي توندونس مونديال في العالم كامل، كنشوفوا واحد الرجوع للاصل، الرجوع للمواد الاصليه، المواد الطبيعيه. كنظنوا حنا بان المغاربه اليوم اونتوكا المغربيات كيقلبوا على هاد المواد، ولكن المشكل عندهم هما المواد اللي المنتوجات اللي كيلقاو كيلقاهم غاليين. دونك حنا بغينا نجيبوا لهم منتوجات طبيعيه بالثمن المناسب، وهذه هي لا بروميس على ماركت طوس. اختاريت لا مارك حيت ما نكذبش عليك سي اون مارك كيما قلت قبيله اللي كبرنا معها كاملين، سي اون مارك اللي كاينه دوبي 40 طون ومارك اللي ما كاينش مغربي ما عمرو استعمل ان برودوي طاوس. هذه من الحاجات اللي خلاتني ما نترددش باش نختار هاد لا مارك وباش نكون حتى انايا زعما لي جيري ديالها. بيان سور جربتها اي سورتو علاش تشجعت باش نجربها، انا جادوغ لي شامبوان سون سيليكون اي سون بارابين، دونك هادو من الحاجات زعما اللي خلاوني بزاف 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 نتخرب من هذاك لو شامبوان. سا ديبون باسكو عندنا بزاف ديال لي كاليبر، عندنا لو 5 مليلتر 95 ميل 180 دي ميل 395 ميل، مثلا لك الساشي الصغير تاع 5 ميل كيدير 10 ريال بحال المنتوج الاخرين. دونك المهم بالنسبه لنا هو نوصلوا لهم هذا المنتوج اللي ذو جوده عاليه من مواد طبيعيه ولكن بثمن مناسب لجميع المغاربه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.